إن رجلين يوم القيامة يأتيان فيقول أحدهما للآخر: كيف حالك مع الله؟ فيقول له: ليس لي إلا حسنة واحدة. ثم يقول الآخر للأول: فكيف حالك؟ فيقول له: إن ميزان أعمالي متوقف على حسنة واحدة. فيقول أبو الحسنة الواحدة: خذ حسنتي تلك وادخل بها الجنة، فأنا داخل النار داخلها، فبدلا من أن ندخلها سويا خذ حسنتي أنت وادخل بها الجنة، ودعني أدخل النار وحدي. وعندئذ ينادي العلي العظيم عليهما فيقول لصاحب الحسنة: ماذا فعلت مع صاحبك؟ فيقول: يا ربي اعطيته حسنتي ليدخل بها الجنة. فيقول له: كيف تجود وانا الجواد الكريم؟ خذ صاحبك وادخل به الجنة فقد غفرت لكما. الله الله يا حليم يا كريم، خذ صاحبك وادخل به الجنة فقد غفرت له.